la mia. على فين؟ داخلة معاكي الاجتماع. بكرشك ده؟ ده مش كرش، ده انا حامل. ايه؟ حامل؟ عادي، اهلي عارفين، ما انا متجوزة. وكمان متجوزة؟ ده كان يوم. يا سفلة، يا وطي يا وطي يا وطي. فخور قوي انك حامل. طب الكرش بيروح، لكن الحمل بيقعد شهرين ويستوي وتتحفينا بقى بعيال. شايفه شكلك بقى عامل ازاي؟ ايه البقليله دي؟ مالي يعني؟ مناخيري فشرت وداني تنقرت. ده انا بس ديتها اولد وهتلاقيني مززه المززللي. قصدك تفقسي؟ انت بتحلمي؟ وريني ايه؟ فريده افقدي الامل. انا فاقده من زمان. اتشأمي، متشائمه، اكتئبي، عندي اكتئاب. انت من النهارده مش انت. امال انا مين؟ انت واحده تانية. شغاله للبيبي وشغاله لابو البيبي. من عن ابو البيبي وشغاله لشغلت البيبي. ربنا يفرمها وياخدني عشان ترتاحي. ايه ده؟ ده ابني علي بيعشق البوزو، وعلى طول تلاقيه نايم على بوزو. وده بقى هيدخل الاجتماع؟ ما اعمل ايه بس؟ ده يترزع هنا. ماشي. الحمد لله وصلت على خير. أهم مسؤول تسويق إعلاني عندي في الشركة، الآنسة نادي الحلوان. على فكرة ممكن الشركة ما يوافقوش، أنت الأوفر بتاعكو عالي عالي قوي. أرجوك يا أبو سيدك الحين العميل حيطير. 10% ده ابتزاز خالص، وده عميل مروح مالص. اوكي يا بنت الحلواني، جو هيد. اوكي يا كوتش. اسمع يا استاذ عسل. عسل ايه؟ اسمه حسن. حسن؟ طب ما تقول حسنين وخلاص. اسمع يا استاذ حسنين. صفقة ضاعت يا كوتش. الو؟ أستاذ علي، إزيك يا أستاذ علي؟ 3 مليون؟ واو، بس أنا طالبة أكتر من كده. أستاذ علي، لو حضرتك هتتأخر إحنا قاعدين مع أستاذ حسن وهنضطر إن إحنا نديله الحملة. إيه؟ بتقول كام؟ 4 مليون؟ في التليفون 4 مليون، أو في الحقيقة بقى لو جه هيبقى كام؟ 5؟ 5؟ مش ممكن مش ممكن. شركة أستاذ علي عرض 4 مليون وخلاص هتاخد الحملة. يعني إيه؟ يعني خلاص نتقابل في صفقة تانية. إيه ده إيه ده؟ إيه التصرفات دي؟ كل ده عشان طلبنا مهلة؟ لعند أمك أفندم؟ شيل كمك يا أستاذ عماد، معقول حضرتك يعني هقول لك عند أمك وحضرتك هتدفع معانا 5 مليون جنيه؟ يعني ده مش لوجيك حضرتك. مش اقعد يا حسن، اقعد حاجة. إحنا هناخد الصفقة وندفع 500,000 جنيه زيادة. مليون 750. أوكي موافقين. هنفكر. هنفكر. 900. 850 ومش هدفع جنيه زيادة. اوكي دان دان. على فكرة انت كل مرة بتخسرني كل اصحابي. فاكر المرة اللي فاتت خسرتني سامي؟ فاكره؟ عمولة استاذ علي. فلوس؟ ده انا هقتله بوزه لحد ما يبقى كلبوزه. كلبوزه؟ كلبوزه؟ ايه خلودة؟ هنورد؟ جي اهو. والخاتم تحفة. واو. غدا عندي مشكلة رهيبة الظهر، في واحدة صاحبتي في الشغل اتهفت في نفخة وعايزة تتجوز، فقلت أعدي عليها أعزيها. اوكي هابي فالنتاين. بيا عبيطة،
تبيع حريتها عشان راجل يطول ايده عليها، وفي الاخر يبليها بعشر ريال وتطلع هي فيهم، وهو يروح يشوف نفسه. ما هو راجل 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 راجل. مبروك يا طنط. الله يبارك فيكي. ربنا يجعل اخر الاحزان ان شاء الله. مش قادره ابص. كنت عارفه انك مش ممكن تتخلي عني في يوم زي ده. صح صح، هو الواحد ليه ايه عند صاحبه؟ وبعدين مش لازم اقف معاكي في محنتك يا خايبه. سوسو ما اقدرش يقعد دقيقه واحده من غيرك. حاسين بتتسلي بالفرح بقى. هو انت يا طنط مش اتجوزتي قبل كده؟ طبعا اتجوزت، ما خلفتها ازاي؟ طيب ما نصحتهاش ليه؟ هتعملي ايه يا سوسو؟ برضه هترمي الورد اللي انا جبتهولك؟ ايوه، ما كل العروسات بتعمل كده يوم فرحهم، دي عاده فرعونيه. ايوه بس انا طالع عيني لما جبته. طب لما يبقى يقع على راس اي حد اجري وراه وهاته. انتي بقى حلال فيك الجواز. يا ريت يا ريت يا حبيبتي. نهار اسود. انا بعتهولك اهو دلوقتي. ها حلو؟ اوكي. لا 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 دي دبانه، دبانه جنبي. طيب بصي عليه وكده. طيب بصي عليك كلميني. يلا باي. بحبك. ميتو يا بيبي. ميرسي يا حبيبي. يلا هناكل ايه بقى؟ يعني احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ خمس دقايق. لا مش قصدي، من ساعة ما حبينا بعض يعني. انا هاخد بيكاتا. ناني. خلاص بقى ما تقفش، يعني قول ايه خمس ست عشر سنين كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى انا هاخد الحلو، عندهم هنا مش شوكولاي جنن. انا مسافر. تيجي بالسلامة يا بيبي. لا انا مش مسافر مشوار وراجع، انا مسافر اشتغل في دبي. واو، انا كمان مسافرة بكرة، عندي مؤتمر في باريس. وانت بقى تقضي حياتك كده كلها سفر؟ تفضلي عايشة لوحدك؟ لا، معايا الموبايل بتاعي والايباد وكلبتي. مش ناوية تتجوزي بقى؟ عندك عرس. والله؟ وانا ليه كل ما اجيب لك سيرة الجواز كده بتعملي فيها عبيطة؟ آه قلبي مش عارفة ليه قلبي اتقبض كده فجأة. وانت كنت بتقول حاجة؟ كنت بقول يا ستي ان انا عاوز اتجوزك، ولو وافقتي هأجل سفر اسبوع نتجوز وبعد كده نسافر مع بعض على دبي. وبعدين بقى في سدة النفس دي، جواز ايه؟ واسيب شغلي وبيتي؟ ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفة في الباكج؟ ها وجسمي يبوظ واقف في المطبخ وشعري؟ ما فكرتش في شعري؟ لا والله انا اسف، ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني انت بترفضي؟ لا برفض، دي كلمة صغيرة جدا من أربع حروف، لكن أرفض خالص مالس نيفر إيفر نو بيبي. بيكول بيكول إيه؟ أنا عادي خمس سنين. فاين هستناك. وبعدين هما الخمس سنين إيه؟ ما إحنا بقالنا مع بعض عشر سنين، حسيت بيهم؟ لا ما حسيتش. شفت؟ ما حسيتش. على فكرة أنت ما طلبتش حاجة.